يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الخوف نوع من أنواع العبادة لا يكون إلا لله، فكيف التوجيه في الخوف من العدو والسبع وغير ذلك؟ هذا خوف طبيعي، الخوف من العدو ومن السبع ومن البرد ومن الحر ومن الأشياء الضارة، هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، لأنه ليس معه ذل، ليس معه ذل ولا محبة، فهو خوف طبيعي ليس عبادة. نعم.